السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأخبار والأحداث المتعلقة بسوق الصرف وأسواق المال والذهب في سوريا وأهم الأخبار الاقتصادية نناقشها مع حضراتكم اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات بمقدار طفيف أمام الليرة السورية في تحركات السوق السوداء، ويتحرك الدولار وفقا للأسعار الجديدة بين مستويات 14650 ليرة إلى 15225 ليرة، بينما يتحرك اليورو بين مستويات 16468 ليرة إلى 16352 ليرة. وفي السوق الرسمية بقيت الأسعار كما هي، ففي نشرة المصارف والصراف التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي سجل الدولار 13668 ليرة، وفي نشرة البنوك 12500 ليرة. وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، قالت غرفة تجارة دمشق إنه لا يوجد قلة مخازين للمواد الغذائية والاستهلاكية في سوريا. وفيها أوضح عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية هو صعوبة الشحن وارتفاع التكاليف عبر البحر الأحمر. فمثلا الحاوية التي كانت كلفة شحنتها 2000 دولار أصبح الآن 8000 دولار. وأضاف أن كلف التأمين على البضائع ارتفعت أيضا خلال الفترة الماضية، عدا عن صعوبة تأمين الحاويات من وإلى مراكز الشحن، فيعتبر هذا السبب هو أحد أهم الأسباب لارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن كلف الشحن عبر العالم تأثرت بالحروب والتوترات الحاصلة حاليا، وقال إن المواد متوفرة وسوريا تمتلك مخازين جيدة من المواد، خاصة بعد أن اعتاد التجار على صعوبة النقل والتجارة وقاموا بترتيب أولوياتهم بحسب الظروف المتاحة. ولافت إلى أن هذه المخازين بحاجة إلى تدعيم دائم عبر تحسين وزيادة الاستيراد. وفي النهاية نتمنى استقرار الأسواق والأسعار حتى يشعر المواطن بنوع من الراحة في ظل الظروف الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر صرف دولار مقابل ليرة سورية في عدد من المدن والمحافظات اليوم الثلاثاء، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا وسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14650 ليرة إلى 14750 ليرة. وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل الدولار مستويات تتراوح ما بين 15075 ليرة إلى 15225 ليرة. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية فقد سجلت تراجع طفيف، ليسجل اليورو 16468 ليرة مبيع و16352 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 432 ليرة مبيع و427 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3938 ليرة مبيع و3908 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48357 ليرة مبيع و48005 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 305 ليرة مبيع و301 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا فقد سجل الذهب تراجع ملحوظ، ليسجل جرام الذهب عيار 24 مليون و253 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و151 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و101 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 944 ألف ليرة، وسجلت أنصة الذهب 2626 دولار فاصل 3 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و749 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 591 دولار فاصل 17 سنت، وسجلت أنصة الفضة
458,185 ليرة سورية اللي بتساوي 30.95 دولار، وسجل جرام الفضة في سوريا 14,732 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.